السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي ما بعد رضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم. أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة على التنوع الحيوي أو البايودايفرستي في النظام البيئي، وهنشوف المعنى ده بيعني لنا ايه. الصوره اللي قدامنا دي الكره الارضيه اهي بالشكل ده كده. لو احنا هنبص شويه نكبر الصوره هنا بيقول لنا ان في بيئات مختلفه، اللي هو ده يعني التنوع. كلمه بايو يعني حيوي، دايفرستي يعني اختلاف، فاريشن، في فرايتي، في تنوع، في اختلاف. طيب الكلام ده عشان يحصل، احنا لو بصينا هنا في البيئات المختلفة، بيئة صحراوية مثلا تماما، هنا في غابات، هنا في زرع إلى آخره، بيئة مائية، يبقى البيئات المختلفة دي بتختلف. هل بتتشابه؟ لا، ده بتختلف في المناخ بتاعها، في درجة الحرارة، في الرطوبة، في الأرض، في العناصر اللي موجودة فيها، في الكائنات اللي موجودة، طبعا ده بيؤثر على الكائنات اللي موجودة فيها. يبقى ده عبارة عن إن في حاجات أرضية، في حاجات مائية، اللي هو نظام بيئي أرضي، نظام بيئي مائي، وده كله موجود على سطح الأرض، في عند القطبين، في عند خط الاستواء. يبقى ده بيسموه ايكولوجيكال دايفرستي أو التنوع البيئي. طيب نيجي في تنوع تاني، اللي هو السبيشيز دايفرستي اللي احنا بنتكلم عليه بقى، اللي هو لما بنيجي في اي مكان بنشوف عدد السبيشيز، عدد الانواع اللي موجود. يعني وده هنشوف ده بمثال، يعني لو جينا مثلا رحنا في حديقه في حته من الارض حددناها كده، وعندنا عدد الطيور اللي موجوده فيها، وعدد الحيوانات، وعدد الزواحف، وعدد النباتات وكذا. العدد ده كل ما كتر يبقى معناه ان في تنوع اهو في البيئه. هل العدد بس هو اللي مهم؟ ده هنشوفه كمان شويه. يبقى في نوع تاني من التنوع، التنوع على مستوى النوع، السبيشيز دايفرستي. يبقى في الايكولوجيكال او التنوع على مستوى البيئه، النظام البيئي، التنوع على مستوى النوع. مش بس كده، لو جينا مثلا خدنا حتى النوع الواحد جواه في تنوع ازاي، اللي هو جينيتك دايفرستي او التنوع الوراثي. يعني ده كل الشيلز او القواقع دي كده، بصوا كم نوع برغم من كم صنف منهم. يبقى برغم ده سبيشيز واحد، ده نوع واحد، جينس واحد، لكن بصوا انواع السبيشيز اللي موجوده فيه الى اخره، انواع كثيره، سواء على مستوى الجينس او على مستوى السبيشيز او على مستوى اكبر اللي هو الفاميليز والى اخره، اللي هو التصنيف بتاعنا اللي احنا عارفينه. يبقى هناك تنوع حتى على مستوى النوع الواحد، قواقع بس كلها بانواع مختلفه الى اخر هذه الامور. يبقى اذا التنوع بيعني يا اما تنوع على مستوى النظام البيئي او على مستوى النوع، او حتى النوع الواحد على المستوى بقى الوراثي. يعني ده نوع من انواع القواقع اهو. الاختلاف ده جه منين؟ جه من الوراثه، جه من ماده الدي ان ايه. يبقى في اختلافات بتظهر صفات وتخفي صفات اخرى. يبقى في تنوع على مستوى البيئه، النظام البيئي، تنوع على مستوى النوع، تنوع على مستوى الجينيتك ماتيريال او ماده الوراثه. مش بس كده، بيضيف لنا كمان فانكشنال دايفرستي. يعني ايه؟ التنوع على مستوى الوظيفه. هو كلنا بنقوم بوظيفه واحده؟ لا، لو بصينا كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الكائنات اللي هي المنتجه او النباتات، او اللي هو زي النباتات ذاتيه التغذيه، زي النباتات والطحالب وبعض انواع البكتيريا اللي فيها اصباغ، هي الوحيده اللي تستطيع انها تمتص الضوء. يبقى دي الوظيفه بتاعتها، اللي هو الفسيولوجيكال رول بتاعها، او الوظيفه الدور الوظيفي بتاعها، انها منتجات بتنتج غذاء. طب في حاجات تانية بتبتدي انها تقوم بدور تاني، اللي هي الكونسيومرز او المستهلكات، الانسان والحيوانات وكذا وكذا، دي بتستهلك، دورها كده مستهلكة. طب الكائنات دي بتموت، سواء النباتات او الحيوانات، يبقى بيجي دور الديكومبوزرز او المحللات، اللي هي بتشمل، هو هنا كاتب بكتيريا وفانجاي، الحقيقة مش كل انواع البكتيريا والفانجاي، لا، المترممات بس، لان في بكتيريا وفانجاي الفطريات والبكتيريا ممكن تبقى مترممه او متطفله او متكافله. احنا هنا بنتكلم على المترممه، اللي هي بتحلل بقايا الكائنات الحيه، او لما هي بتموت، او الاوراق المتساقطه الى اخر هذه الامور. يبقى اذا بنتكلم على الديكومبوزرز او المتحللات. في كمان حاجه دور تاني بيقوم بيه العناصر، طبعا دي الثلاثه دول العناصر الحيويه بتاعت النظام الحيوي. هنا بقى العناصر او دوره العناصر ما ليها وظيفه اخرى. يبقى هنا بنتكلم على التنوع في الوظيفه، في ناس وظيفتها او كائنات وظيفتها الانتاج، ناس كائنات وظيفتها الاستهلاك، كائنات وظيفتها ايه التحلل. يبقى ده على مستوى الوظيفه. يبقى اذا التنوع البيئي شفنا له انواع، هو حتى هو متنوع، تنوع على مستوى النظام البيئي، تنوع على مستوى الانواع، بغبغاوات، زواحف، نسر، صقر الى اخره،
النباتات مختلفة، أو النوع الواحد نفسه الوراثة بتاعته، نلاقي الفرد وحتى الإنسان البشر ما هم صنف واحد نوع واحد، لكن هي كل واحد شعره مختلف، عينه مختلفة، لونه مختلف، بشرته مختلفة. طب ما هو نفس البشر، هل ممكن نلاقي الحصنة كلها نفس اللون ونفس الشكل؟ هل نلاقي البشر كلهم نفس الشكل؟ لو جبنا برتقال كيلو واحد برتقال في ست سبع ثمرات ولا خمس ثمرات كلهم زي بعض؟ أبدا. يبقى إذا تنوع على مستوى حتى النوع الواحد. ثم نيجي للتنوع، يبقى التنوع الوراثي على مستوى الجينيتك ماتيريال او ماده الوراثه، ثم التنوع الوظيفي حسب كل دور واحد في الوظيفه بتاعته. نشوف بقى هنا مثال مع بعض كده الشريحه اللي بعد كده، ده بياكد لنا الموضوع. يبقى التنوع على مستوى البيئه المختلفه كل واحد حسب الكائنات الموجوده فيه، التنوع على مستوى النوع الواحد اللي هي انواع كثيره، هنا على مستوى الانواع متاسف، هنلاقي هنا زراف، هنا جمال، هنا غزلان، هنا كذا، على مستوى الانواع هنا النظام البيئي، وحتى الفرد الواحد اللي الانواع الحشرات ده، بص الوان بتاعتها مختلفه ازاي، ما هوش لون واحد. احنا لو بصينا كده هنلاقي الوان متعدده مع انهم نفس الحاجه، اختلاف الوراثه او الجينيتك ماتيريال. نشوف الشريحه اللي بعد كده، الاختلاف البيئي بقى اذا واخد لنا قطاع كامل بالشكل ده كده، هنا مدينه سان فرانسيسكو، هنا مش عارف بالتيمور، هنا دينفر، هنا الى اخره. شوفوا التنوع، نلاقي هنا المناطق الساحليه مش عارف اللي هي الكوستال ماونت رينجز مثلا هي موجوده جنب الانهار وكذا، هنا مناطق مثلا الغابات اللي كذا، هنا مناطق الصحراويه، هنا مناطق الغابات الصنوبريه، خلاص هنا مناطق الرعل زي قمح او شعير او ما شابه، هنا الاوراق المتساقطه. يبقى احنا لو مشينا كده اهوت في بعنينا كده هنلاقي في تنوع بيئي موجود هنا في التنوع النباتات اللي موجوده فيه. طيب عشان نفهم التنوع ده، طب نعرف ازاي ان المكان متنوع؟ احنا نبص كده بمجرد النظر كده، ادي مكان الاولاني الكوميونتي الاولاني او المجتمع الاول، وادي مجتمع تاني، مكان ومكان، نفس الاشجار اللي هنا. نبص هنا في كام نوع، كام نوع مش كام شجره، كام نوع من الاشجار. الشجره دي ادي نوع، الشجره دي ادي نوع تاني، ادي النوع الثالث، ادي النوع الرابع، يبقى في اربع انواع اهم. طب وهنا نفس الاربع انواع اهم. يبقى الاثنين بنسميهم سبيشيز ريتشنس اللي هم الوفره، او بسميهم الغنى. الريتشنس بتاعهم ده وسيله من وسائل او مقياس لمقياس عمليه الدايفرستي او التنوع. يبقى هنا في اربع انواع من الكائنات، هنا في اربع انواع، يبقى الاثنين نفس الحاجه متساويين، لكن في اختلاف. لو هنبص كده نبص بقى لكل نوع على حده. احنا هنا لو بصينا بالعين المجرده هنلاقي ان في نوع واحد من الاشجار اللي هو الاشجار ده، الشجر، النوع ده من الشجر بيمثل 70%، يعني هو السائد على الايه؟ بقيه الانواع. انما هنا لا متساويين، هنا في ايفنس يعني تساوي توازن. ان تبص تلاقي لو عدينا عدد الاشجار 25% 25% 25% 25%، طبعا مش لازم يكون التساوي بالظبط يعني، لكن تقريبا متساويين، هنا متساويين طبعا. هنا في الحاله دي لا، في سبيشيز او في نوع من الانواع يسود على باقي الانواع، يعني النوع ده او الكوميونتي ده ما فيهوش تنوع كبير، يبقى ده ما فيهوش ايفنس، ما فيهوش توازن، ما فيهوش، في نوع سائد على باقي الانواع. ده ممكن ناكده بصوره ثانيه زي كده اهو، هنلاقي هنا الفيل، الاسد، الزرافه، الثعلب او الذئب، هنا كذا، هنا كذا، هنلاقي الانواع هي الموجود هنا الموجود هنا، بس هنلاقي هنا في نوع من الانواع سائد، يبقى الريتشنس بتاعهم الغنى بتاعهم واحد او الوفره، لكن هنا واحد فيهم في ايفنس اللي هو على اليمين ده ما فيهوش او التوازن، ما فيهوش عمليه التوازن. بناكد المعلومه على مستوى الكائنات الدقيقه، عدد الفطريات اللي موجود هنا انواع موجود، كل اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا. لو بصينا لهم ادي الاصفر موجود هنا، ادي البرتقالي، ادي النوع ده، بس هنا واحد من ده بس، هنا واحد ده، هنا واحد من ده، يبقى في واحد فيهم بيسود. الاثنين الريتشنس بتاعتهم او الغنى او الوفره زي بعض، في اربع انواع من الفطريات، هنا في اربع انواع، ولكن هنا في النوع ده هو سائد على باقي الانواع، يعني ما فيهوش توازن، انما هنا في توازن او ايفنس، ده هنا في توازن. طيب بناكد المعلومه الثانيه، يبقى الريتشنس هو عدد الانواع المختلفه اللي موجوده، فهنبص نلاقي هنا يعني دي ودي ودي، كل الفراشات ده نوع واحد، هنحسبه نوع واحد، وادي النوع الثاني وادي النوع الثالث، يبقى في ثلاثه. هنا الفراشات السوداء دي نوع، والنمل ده نوع، يبقى هنا نوعين، يبقى دي اغنى، ريتشنس بتاعتها اغنى، ليه؟ فيها ثلاث انواع، ده فيها نوعين بس. طب نيجي بقى الايفنس اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي فيها سيميلر اباندنس اللي هو الوفره بتاعتها، الوفره بتاعت كل واحد فيهم قد الثاني، زي هابيتات السيدوي ايفنس، يعني هنا ثلاثه أربعة وهنا أربع نملات، يبقى ده هنا الجريتا جريتس ايفنس، يعني الايفنس اللي هنا أو التساوي التوازن هنا، على الرغم من إن هنا الريتشس أو الغنى بتاع العدد الأنواع أقل، لكن فيهم توازن،
هنا في عدم توازن. عدم التوازن ده هيؤدي الى في ايه، في مشاكل بيئيه دي هنتعرض لها بقى بعدين. يبقى في فرق بين كلمه ريتشنس او الوفره وايفنس التوازن، عمليه التوازن. بنبص هي كل دي انواع من الكلاب بمختلف انواعها. ده بقى اللي هو الاختلاف على مستوى الايه، النوع الواحد كلب، نوع الكلب الجينس كده. بصوا بقى الاختلاف قد ايه، نبص على انواع ثانيه من النبات دي كلها انواع من الذره، مع ان كل ذره لكن ايه، في تنوع من انواع الذره دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب، ولا تجعل فيه رياء ولا سمعه. والى ان نلتقي في محاضره قادمه، اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.